أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، شعارات أيضا تتحرك في شوطنا الثالث بوزن الأبكار، شعارات كبيرة، شعارات تأتينا من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذه الجائزة، وشارة سعيد بن سهيل بن دريوي تنطلق في منجم الذهب في ميدان الهباب. نقترب ونتابع قيادة حمد بن راشد بن سليمان الغداني من يتقدم بعد المركز الأول، ولكن أشوف وراء أيضا لبة وحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي من المتابعة، المركز الثاني الشبابية ناصر بن عبد الله بن شامس المحاربي، والمركز الرابع قيادة قلنا، أو المركز الرابع نشوف يا محمد، نتحرك أيضا مع المركز الرابع، اللي هي سرابة عتيج بن سيف بن حميدان، المركز الخامس الضبية، يا مرحبا يا مرحبا يم النواميس، وصلت 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 اللي تير الشوط يرلي عليها، الامر يصدر في الاخير، هذه لها تاريخ عريق وكبير، اللي هي الضبيه قادمه بشعار علي بن كرامه بن عيضة العامري، سابقه في الوقن ويايبه اسرع توقيت، سابقه في ميدان سويحان ويايبه اسرع توقيت، وهني الان تنافس وتصارع ايضا على ناموس هذا الشوط، ولكن المقدمه مشاهدينا الكرام لبه الحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، اخذوا يديد اخذوا يديد يا متابعين، اخذوا من لبه التي ايضا لبه النداء، انطلقت بالمركز الاول، انطلقت بالناموس، انطلقت بالسلام، سلام يا منجم الذهب ومنجم ميدان الابيض، ميدان الابيض هو من يحتكر ويحتكر هذه السلالات. نهني حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي المركز الثاني، فهنا قيادة حمد بن راشد بن سليمان الغداني المركز الثالث، فوصلتنا الضبية العلي بن كرامة بن عيضة العامري دقيقتين وتسع ثواني التوقيت الذي تحقق مع لبه